أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة التي سنتحدث فيها عن بداية، وهي المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ولبناء الإنسان المصري ولتوفير حياة كريمة له. سنتحدث أيضا عن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وذلك من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل الفئات العمرية كافة وتغطي جميع محافظات الجمهورية، خاصة أن الدولة في السنوات الأخيرة قامت بتدشين العديد من المبادرات المهمة لبناء الإنسان صحيا وفكريا وعلميا، وكانت بداية هي آخر هذه المبادرات تهدف إلى خلق جيل جديد مشبع بالهوية المصرية، مع الاهتمام بنشأة الطفل منذ الولادة ليكون قوي بدنيا وفكريا. تابعونا.
ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم تركز اهتمامه بتنمية الإنسان المصري، إذ أكد أن مصر الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحياً وعلمياً وثقافياً، وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها، وذلك لتحقيق مستهدفات المبادرة بحيث يشعر المواطن بمردود إيجابي خلال فترة وجيزة، وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. وللمزيد من التوضيح والتفصيل بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. بعد تحية لك أستاذ محمود، يعني بداية أسألك حول ما اطلع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من محاور المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ووجه أيضا بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية له، كيف ترى أهمية هذا المشروع في هذا التوقيت؟ طبعا احنا قدام مبادرة رئاسية مهمة جدا، وهي مبادرة بداية، وتنضم العدد من المبادرات الأخرى التي تنصب وتهتم بالمواطن المصري بالإنسان المصري في الجمهورية الجديدة. احنا بنتكلم على مشروع بداية، بنتكلم على مبادرات الصحة التي أطلقها السيد الرئيس، ثم مبادرة حياة كريمة، ثم رعاية السيد الرئيس لعمل التحالف الوطني من أجل العمل الأهلي. وده أتصور إن احنا قدام مجموعة من المبادرات اللي هدفها الرئيسي هو الإنسان المصري. الملاحظ في عمل الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، إنه الإنسان هو محور وهدف وغاية كل برامج العمل اللي بتقوم بيها هذه الحكومة. ربما منذ اليوم الأول وهناك تركيزا على فكرة بناء الإنسان، وربما عشان كده شفنا استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهنا إحساس من الدولة المصرية بأهمية التنمية البشرية وأهمية استخدام البشر وتوظيفهم بشكل جيد وبنائهم بشكل جيد، وده اللي بيرتبط أتصور في تقديري يعني والهدف الرئيسي اللي وضعه السيد الرئيس منذ بداية توليه، وفكرة بناء الإنسان. وهنا إحنا قدام عمل متكامل بتقدمه الدولة المصرية بكل منظومتها الحكومية ووزرائها ومحافظيها وكل آلات الدولة موجودة ضمن هذا المشروع. يعني هو الموضوع مش بس جزء في بناء الإنسان فبيبقى إحنا قدام لفظ براك، ولكن كمان في عمل محدد موجود داخل هذه المبادرة. أذكر منها الخدمات الطبية، وده هنا بنتكلم على التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والقضاء على قوائم الانتظار، أيضا التعامل مع فكرة توفير الدواء، وهنا بنتكلم على صناعة وتوفير للدواء بسعر مناسب، وده صناعة كبيرة، ومصر كمان ليها إسهامات في هذه الصناعة الآن داخل أفريقيا، فإحنا عندنا هنا تجربة مصرية بالفعل بدأت تشق طريقها من داخل مصر إلى العمق الأفريقي. يعني بالتأكيد أستاذ محمود، زي ما حضرتك ذكرت إن هناك يعني عمل متحد بين وزارات الدولة المعنية كافة بتطوير أو بهذا الملف، ملف التنمية البشرية الذي وضعه السيد الرئيس في مقدمة أولويات هذه الحكومة. يعني بالتأكيد كما حضرتك ذكرت هناك
اهتمام كبير بمسألة تطوير القطاع الصحي، تطوير حوالي بنتحدث عن 30 مستشفى، 500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل. وبالتأكيد هذا يعني ما يعبر عن الاهتمام الرئاسي بملف الصحة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا يعني وجه بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، وهنا ربما للمرة الأولى بتشهدها الدولة المصرية اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الصحة النفسية. إلى أي مدى بيعبر ذلك عن الاهتمام الشامل من قبل القيادة السياسية بالجوانب الصحية كافة؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه الصحة النفسية الآن لم تعد طرفاً، ولكن هي جزء من حياة غالبية البشر على كوكب الأرض في القرن اللي احنا عايشينه. لما بنشوف دول أخرى بدأت يعني تهتم بهذا القطاع الصحي وأنه مهم وأنه متداخل حتى وسبب في أمراض أخرى، يعني الضغط النفسي والاكتئاب والتوتر دي بقت أمراض داخلة كمان في تأثيرات على جسم الإنسان أخطر من أمراض تانية كان يعني كان بيتم التعامل معها في الفترة اللي فاتت بكثير من الحرص وكثير من الاهتمام. لكن النهاردة الاهتمام بالقطاع النفسي والصحة النفسية، هنا الدولة المصرية بتخش على الهموم الحقيقية للإنسان المصري المعاصر. هنا بنتكلم على ما يحتاجه الإنسان المصري الآن تهتم به الحكومة وتوجه إنه يبقى جزء من مشروع ومبادرة كبيرة جدا على السيد الرئيس لبناء الإنسان. وبناء الإنسان هنا بنتكلم على التأهيل، وبنتكلم كمان على التكوين النفسي للإنسان. وهنا عشان المجتمع يصبح سويا من المهم إنه الجزء النفسي ده يبقى جزء كمان من العمل الطبي اللي بيتقدم والخدمات الطبية بتتقدم من بداية الولادة وحتى السن المتقدمة. هنا بنتكلم على تتابع للأجيال وللأعمار بترعاها الدولة المصرية بكل مشتملاتها، وكمان بتركيز على الاحتياجات الحقيقية لكل مرحلة عمرية بيمر بها الإنسان المصري. لذلك الجزء النفسي أتصور أنه من الأجزاء المهمة جدا، ومن الأجزاء اللي بتؤكد أنه الدولة لديها رؤية يعني واسعة جدا للمواطن المصري المعاصر واحتياجاته، وبتحاول أنها توفرها وبتحاول أنها تعمل عليها وتطورها، لأنه كمان الطب النفسي في مصر يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى يعني أجيال جديدة تدخل فيه حتى يصبح يعني على مسافة متساوية مع باقي تخصصات الطبية المصرية. ولما الدولة تدعم ده تصور انه ينعكس بشكل ايجابي جدا على انه ده يبقى عندنا قطاع نقدر المصريين يثبتوا نفسهم فيه ويبقى قادر انه يوفي ويستجيب للمتطلبات المتطورة اللي حصلت في المجتمع. خليني هنا أيضا يعني أتحدث حول توجيه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم حوالي 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة أيضا غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي. وهنا يعني أتحدث عن حق كل مواطن مصري خاصة من هذه الفئات في أنه ينضم إلى التأمين الصحي الشامل. ما الذي يعني هذا التوجيه المهم من السيد الرئيس؟ يعني هو في الحقيقة السيد الرئيس لما وضع هذا التوجيه هو سن سنة مهمة جدا وحميدة جدا، أنه الدولة المصرية تنظر المصريين جميعا على قدم المساواة. فالحقوق والواجبات تتوزع على الجميع الآن. والحقوق هنا بنتحدث عن أن كل مصري على أرض مصر يستحق كل رعاية طبية وكل رعاية اجتماعية وكل رعاية صحية تليق به وتليق بالدولة المصرية وبالجمهورية الجديدة. وهنا يصبح كل مواطن مصري جزء من قاعدة بيانات واسعة بتقدم الخدمات بتقدم فيها الدولة المصرية خدماتها الطبية للجميع دون أن تنظر الى يعني من امامها. هي بتنظر انه مصري فقط، فالمصري هنا يعني بالبطاقه الشخصيه بتاعته باثبات الهويه بتاعه يصبح مستحقا لكل الخدمات الطبيه اللي موجوده داخل هذه المبادره.
وهنا احنا بنتكلم على قطاع كبير وقطاع مهم وقطاع يعني يساند الاقتصاد المصري، هو قطاع البناء والتشييد، لانه في الحقيقه هو القطاع المصري الرائد والقاطره التي تجر الاقتصاد المصري والتي تقدم فرص عمل وتقدم ايضا اسهاماتها القويه للقطاع المالي وللاقتصاد المصري والاستثمار المصري. فبالتالي هو قطاع مهم، الاهتمام به بينعكس ايجابيا على تنميه هذا القطاع، ثم كمان يعني يصبح من حق المصريين ويشعر المصريين انه دولتهم تراهم ودولتهم يعني توفر لهم كل سبل الرعايه بكافه قطاعاتها وبكافه سبلها. اتصور ده ايجابي جدا، وكمان بيدي كمان مؤشر حقوقي، وهنا هتكلم عن حقوق الانسان، وهنا بنتكلم عن الحق في الصحه. هنا دولة توفر حق الصحة لجميع المصريين ولكل كل من يستحق، حتى لو مش موجود في برامج الحماية أو برامج التأمين الصحي الشامل. فده انعكاس جيد جدا ومؤشر إيجابي جدا على اهتمام الدولة بالحق في الصحة بشكل عام، يعني تحقيق مبدأ العدالة لكل مواطن مصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، على هذه المداخلة. مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تستهدف المرحلة التي تبدأ من عمر قبل 6 سنوات ويطلق عليها المرحلة الذهبية، وذلك من خلال تحسين الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للأطفال من بدء الحياة حتى 6 سنوات، وتوفير رعاية صحية قبل الحمل للمرأة، هذا فضلا عن خلق بيئة آمنة تضمن حمل وولادة آمنة، وخلق مناخ صالح لتربية إيجابية وتطويرية عالية الجودة تعمل على تحفيز قدرات الطفل على التعلم من بداية نشأته. كما تستهدف المبادرة تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، وذلك لتحقيق أفضل المخرجات الصحية مثل تقليل معدلات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية وتخفيض معدلات وفيات الرضع وحديث الولادة والأطفال تحت سن 5، وأيضا حماية حقوق الطفل في أسرة واعية وحمايته من العنف. وللحديث عن هذا الشأن بصورة أكثر تفصيلا بينضم إلينا لنا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. بعد تحية لك أستاذ عماد. العقل المصري بيحمل إرث ثقافي عظيم يحتاج إلى تأهيل شامل ويحتاج أيضا لمواكبة تطورات العصر. كيف ترى في هذا الإطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية مهارات الإنسان من خلال تحسين جودة المجالات كافة كالتعليم والصحة والمجال الثقافي أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذ حضر ولكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال هذا المحور الذي أهم محور أظن في حياة كل الشعوب وليس الشعب المصري، يعني بدون، والجميع يتفق طوال الوقت على ويتحدث عن أنه بدون التعليم وبدون الصحة والنهضة بيوم فلا يمكن الحديث عن أي نهضة مهما كانت الجهود ومهما كانت الموارد. في الأساس حتى يعني النهضة العمرانية أو البنية التحتية هي بالأساس بتتعمل عشان تساعد في الاستكمال الجزء الأساسي لبناء الإنسان، سواء على الصعيد التعليمي أو الصحي أو الثقافي أو القيمي. ده شعار عام وكلنا عارفينه، لكن بتبقى دايما المشكله هي كيف يمكن تطبيق ذلك على ارض الواقع. الدوله المصريه لا يمكن لاحد ان ينكر انها في السنوات الاخيره حاولت كثيرا في هذا المجال، في يعني نعلم ايضا ان هناك تحديات كثيره في هذا الشان، نحتاج عدد سكان كثير، عدد كمان للاسف الشديد موارد قليله، وبالتالي كيف يمكن التوفيق ما بين حجم التحديات ونقص الموارد وفي نفس الوقت تلبية هذه الحاجات. أنت تحتاجين إلى مدارس كثيرة، مستشفيات، مناهج، مرتبات مدرسين، مرتبات أطباء، لكن أنا أظن أن من أفضل ما فعلته الدولة المصرية أنها لم تنتظر، لأنه إذا انتظرنا وقلنا لن نتحرك إلا حينما ندبر كل الموارد فربما لن نتحرك، لأن الموارد قد لا تتحقق مرة واحدة، وبالتالي
ما فعلته الدولة المصرية تحديدا في المبادرات الصحية في السنوات الماضية كان شيئا ممتازا وإيجابيا، وطريقة التفكير أظن أنها كانت رائدة، بمعنى أنه تم القضاء على سبيل المثال على فيروس سي أو الحد منه بصورة كبيرة، بحيث أن احنا بقينا في نسب العالمية، التقزم، الأنيميا، مبادرة مليون صحة، الأمراض السارية، تقليل عدد قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، دي كلها خطوات ثورية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الدولة المصرية والحكومة. وبالتالي أظن ده ممكن أن يكون مدخلا مهما في معالجة كثير من المشاكل بما فيها مشكلة التعليم. التعليم كما نعلم، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ذات مرة وكنت حاضرا هذا الاحتفال، أنه لكي ننهض بالتعليم فنحن نحتاج إلى 10,000 دولار لكل تلميذ، وحتى لو كانت 10,000 جنيه فهي غير موجودة بالمقارنة بالظروف. هذا الأمر كان قبل أن حينما كان سعر الدولار 15 جنيه. فبالتالي أنا أضرب هذا المثال للتدليل على فكرة الموارد القليلة للغاية والمطالب الكثيرة للغاية. يعني بالتأكيد زي ما حضرتك ذكرت أستاذ عماد، يعني الدولة المصرية وفق رؤية القيادة السياسية بتسير بخطى ثابتة نحو تطوير القطاعات كافة، ومعها بالتأكيد يعني الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرغم من التحديات، سواء التحديات الاقتصادية أو التحديات السياسية، فهي دائما بتسير بخطاها نحو التنمية والبناء. لو نفند أستاذ عماد أهم التيسيرات والتسهيلات التي يعني يمكن أن تقدمها الدولة المصرية لتفعيل هذه المبادرة حتى تؤتي بثمارها. بس زي ما بقول لحضرتك، هذه المبادرة اللي هي فكرة بناء الإنسان كما تعلمين هي فكرة تحتاج إلى تنمية إنسانية وبشرية في كل المجالات. وبالتالي حاصل جمع الجهود التي تبذلها الحكومة في كافة هذه المجالات، من أول بناء مدرسة جديدة أو تطبيق مناهج جديدة أو مستشفى جديد أو قصر ثقافة جديد أو مواد درامية ومنوعات ومسرح وغناء، كل هذه الأمور هي تصب في فكرة البناء الحقيقي للإنسان. وبالتالي حاصل جمع كل هذه الجهود هو ما تفعله الحكومة المصرية. القضية هي كيف يمكن أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين كل هذه المجالات حتى تؤتي ثمارها، بمعنى أن نتفق ونقول في لدينا خطة مثلا 5 سنوات، في هذه السنوات الخمس ستقوم كل وزارة بهذا الجهد، وفي كل فترة يتم تقديم تقرير عما أنجزته، بحيث أن احنا لما نوصل لنهاية الفترة نرى ده مطبق على أرض الواقع، حتى لا يتحول الأمر أنه بعض يعني الدولة الحكومة الرئيس فيه نوايا طيبة، فيه خطط بتعلن مهم جدا متابعتها لدى المستوى الأدنى حتى لا تضيع في زحام الروتين أحيانا أو الفهلوة أو أي، كما تعلمين لدينا أمراض إدارية كثيرة نتيجة نقص كفاءات. وبالتالي ما أقصده أننا فكرة المبادرة عظيمة جدا ومهمة جدا، لكن من المهم أيضا يكون لها متابعة ومراقبة حتى تؤتي. إذن ما هي الآليات من وجهة نظرك أستاذ عماد التي يمكن اتباعها لضمان تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة في هذه المبادرة تحديدا؟ يعني أنا أتصور لدينا دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أنا أتصور أن هذا في صلب عمل هذه الوزارة والقطاع، ويتم التنسيق بين كل القطاعات الداخلة في هذه المبادرة، وبحيث أن تكون الجهة المنفذة مش هي الجهة المراقبة، لأنه مفيش جهة تراقب نفسها في وإحنا يعني لدينا تجارب كثيرة في السنوات الماضية، يعني بنعرف إزاي الروتين المصري بيدخلنا في متاهات عجيبة. مهم جدا أن نضمن وجود فصل ما بين الأداء والمتابعة والمراقبة والتقييم، حتى نستطيع أن ننجز أشياء حقيقية على الأرض ونحاسب كل صاحب جهة على ما حققه بالفعل على أرض الواقع.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق على هذه المداخلة وهذه التفاصيل، يعني هذه التغطية. مشاهدينا الكرام، مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة، إنها حقا بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ولبناء الإنسان في كافة المجالات. هذه المبادرة مبادرة يستحقها المجتمع المصري، وهي مبادرة بالحقيقة من أجل خير وتحقيق رؤية مصر في عام 2030. هذه المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل ويحوي كل المجالات: الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، فرص العمل المتنوعة، التكنولوجيا. وأيضا هذه المبادرة موجهة إلى الأطفال من خلال برامج متنوعة لهم، وأيضا موجهة إلى كبار السن متقدمين في مراحل مختلفة، الشباب والرجال والنساء، بحيث تشمل كل أطياف المجتمع المصري. هذه البرامج تعتبر خطوة جيدة في المشروع القومي للتنمية البشرية لبناء قدرات الإنسان المصري. ويقولون دائما أن البداية هي نصف العمل، ولذلك هي بداية جديدة وهي خطوة جادة من أجل بناء المجتمع المصري على مدار الأيام والسنين. ولذلك فنحن ندعو دائما فلنبدأ بدءا حسنا، وهذه البداية الحسنة تشمل كافة أنواع التطوير والإبداع والتجديد، وكل هذه يمكن أن تساهم في بناء الإنسان المصري. الحقيقة المبادرة هي لازمة وضرورية وحيوية لبناء المجتمع المصري، نحتاجها بشدة في كافة المجالات. وأود أن أحيي كل الوزارات المعنية التي تشترك في إقامة هذه المبادرة وفي تنفيذها وتطبيقها على الأرض، وأحيي كل الجهود المبذولة في هذا المجال. أتمنى من الحكومة المصرية بكافة الجهات وبكافة الوزارات التعاون والتنسيق الكامل من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة المتسعة جدا في أهدافها. أتمنى الخير، وأتمنى أن عبر الشهور والأوقات القادمة يكون النجاح حليف هذه المبادرة وتظهر ثمارها في فصول الدراسة. يقولون أن ليست الثروة الحقيقية في بطون الأرض، الثروة الحقيقية هي في فصول الدراسة. فرأس المال البشري عندنا في مصر، وبالذات أن احنا دولة شبابية، هو أهم غنى عندنا في مصر. البداية الجديدة مفرحة، والبداية الجديدة مثمرة، والبداية الجديدة مشجعة. وأتمنى لكل القائمين على هذه المبادرة الاجتهاد والأمانة والإخلاص لكي ما تأتي بثمار تعم كل مجتمعاتنا المصرية بكل الأعمار في كل المجالات في كل المحافظات، بحيث تكون بصورة نهضة ويقظة في المجتمع المصري. بداية جديدة لبناء الإنسان المصري. شكرا لكم. بداية، مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.
طالعين عين للجبل يا مول الموقدين النار بين لليامن يا مان عين للهنا تفتح سما ليلاني يا ويلو ما بدي منك وين الليل ابعد ما عين للريح السما ليلاني يا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد ومستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة والتي نتحدث فيها عن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث ترتكز المبادرة على رفع معدلات التحاق الأطفال بالتعليم قبل المدرسي لتنمية مهاراتهم ولتدريب المدرسين على كيفية التعامل مع الأطفال في هذه السن بالغة الدقة. وتعمل الدولة المصرية من خلال المبادرة على التمكين الثقافي للوالدين ولرفع الوعي بأهمية هذه الفترة من خلال وضع برامج تثقيفية وندوات توعوية ذات صلة، وكذلك وضع برامج تنشئية أو برامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضي معافى بدنيا وصحيا. وللمزيد من النقاش والتوضيح ينضم إلينا الآن هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. بعد التحية لك أستاذ جميل، يعني بالتأكيد مبادرة اشتملت على محاور عدة تبدأ منذ الحمل ومرورا بالولادة ومستمرة في جميع مراحل الطفل. شمولية هذه المبادرة وحجم التعاون بين الوزارات المعنية
كيف يعزز ذلك التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن المصري؟ هو في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك يا استاذ حضور، ومساء الخير على السادة المشاهدين. المبادرة البداية طبعا انا شايف انها من اهم المبادرات اللي تمت خلال الفترة الماضية، ده في اطار طبعا بناء الشخصية المصرية وزيادة الوعي عند المواطنين. وتبدأ بناء الشخصية يبدأ من منذ ولادة الطفل، يعني منذ ولادة الطفل الطفل بيبقى عنده قابلية كبيرة على استيعاب أشياء كتيرة، ويتم اللي بيتم زرعها فيه منذ الصغر هي اللي بيتم نشأته عليها ومستقبله بيبقى مبني على هذه التنشئة السليمة. طبعا الاهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالنشأ الجديد ده شيء في غاية الأهمية، طبعا تتكامل فيه العديد من الوزارات اللي هي وزارة التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وأيضا الشباب والرياضة، كل دي بيبقى والأوقاف أيضا كل دي بيبقى بتتكامل مع بعضها البعض من أجل النشأ الجديد ومن أجل خلق جيل جديد قادر على استيعاب الوضع بشكل سليم. طبعا احنا شفنا لو شفنا هذه المبادرة هي اهتمام بالطفل قبل الولادة، اهتمام قبل الولادة ده شيء عن طريق تقديم كل الخدمات الصحية ووزارة التضامن للأم، ووزارة التضامن أيضا بتقدم خدماتها للأسر الأكثر احتياجا من أجل طبعا الوصول إلى مرحلة أو أن يبقى فيه الطفل عندما يولد يكون في صحة جيدة ومكتمل نمو. طبعا بعد كده بقى الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالطفل من خلال العديد من المراحل وصولا إلى سن السادسة، ودي مرحلة مهمة جدا، ومن خلال أيضا الاهتمام بالتعليم ما قبل الأساسي وتأهيل المعلمين وتأهيل في هذا الإطار تأهيل المعلمين وتأهيل أيضا الحضانات لاستيعاب الأطفال والعمل على زيادة الوعي لديهم والعمل على استيعابهم لأمور حياتية كثيرة جدا مهمة دون العادات المغلوطة أو الأشياء المغلوطة اللي هي بتؤثر على شخصية الطفل منذ الصغر. طبعا في نقطة في غاية الأهمية أيضا هو الاهتمام بالرياضة، لأن في حتى 6 سنوات الطفل في الانتقاء الرياضي بيبدأ من هذه السن، واختيار الرياضة المناسبة لهذا الطفل لنشأ أيضا قادر على أنه يمارس الرياضة بشكل سليم ويمارسها رياضة متخصصة يستطيع أن احنا أيضا نصنع البطل من هذه السن. إذن هي مرحلة متكاملة بشكل واضح وبشكل صريح للارتقاء بمستوى الطفل المصري، لأن الارتقاء بمستوى الطفل المصري هو بعد ذلك الأساس أو هي اللبنة الأساسية اللي بيمشي عليها طول حياته. طبعا الحالة التكاملية اللي بين الوزارات بعضها لبعض ده شيء في غاية الأهمية لتقديم كل الخدمات الممكنة للطفل وأيضا للأسر الأطفال لخلق زي ما بقول لحضرتك جيل جديد قادر على الاستيعاب. احنا في مرحلة بناء الشخصية المصرية، وبناء الشخصية المصرية وبناء المواطن المصري وبناء الإنسان بتبدأ منذ نشأته ومنذ صغره، وعندما يتم بس فيه كل العادات السليمة، كل المفاهيم السليمة، كل الإمكانيات الدولة موفرة للطفل في هذا السن. ولذلك يعني القيادة السياسية وضعت ووجهت باهتمام الحكومة الجديدة بملف التنمية البشرية، وربما ما نتحدث عنه الآن هو توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الانتهاء من صياغة متعلقة بخطة لتضمن التنفيذ الكامل لهذا المشروع وتسجيل كل المعوقات التي ربما يعني تطرأ حتى في المستقبل. أهمية وضع هذه الخطة يا فندم؟ هو بالتأكيد طبعا ده تكليف أساسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة منذ توليها المسؤولية
العمل على بناء الشخصية المصرية. وزي ما أكدت لحضرتك إن بناء الشخصية المصرية يبدأ من هذه السن الصغيرة، فطبعا إن وجود خطة وهذه الخطة تبقى تكاملية مع كل الوزارات المعنية في هذا الإطار، هذه الخطة أعتقد مع تنفيذها بالشكل الصحيح وبالشكل المدروس، وأعتقد أن هناك دراسات تمت بشكل علمي ومدروسة بشكل منطقي أيضا لتقديم كل الخدمات لإنجاح هذه الخطة ولإنجاح هذه المبادرة بشكل واضح. زي ما بقول لحضرتك هذه الخطط وفي إطار طبعا خطة مصر للتنمية المستدامة، خطة المصرية لبناء الشخصية المصرية. احنا معروف ان المواطن المصري هو رقم واحد في الدولة، وكل الخدمات اللي بتقدم للمواطنين المصريين في الوقت الحالي او كل الخدمات اللي بيتم تنفيذها على الأرض الهدف منها الارتقاء بمستوى المواطن والارتقاء بشخصية المواطن وزيادة الوعي لدى المواطنين، زيادة الوعي وغرس كل القيم السليمة بتبدأ من الأطفال. بالتأكيد الاهتمام بالنشأ والاهتمام بالأطفال على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي، على مستوى الوعي، على المستوى الديني أيضا، كل دي بتبقى هي اللبنة الأولى والأساس للبدء النشأ وبدء الأطفال الصغيرة في استيعاب الأشياء بشكل واضح، والعمل على استمرار هذه العادات وهذه الأفكار التي تم زراعتها فيه هي في المستقبل هيسير عليها إن شاء الله. وبالتأكيد يعني تحديات عدة بتواجه هذه القطاعات المعنية بالتعاون لتؤتي هذه المبادرة بثمارها. ما هي الآليات التي يمكن اتباعها لضمان مسألة تكاتف الجهود بين القطاعات كافة المعنية لتحقيق أفضل النتائج أو الأهداف المنشودة من هذه المبادرة؟ هو بالطبع في البداية طبعا لازم يكون زيادة الوعي عند الأسر، ده شيء في غاية الأهمية، بداية من الحمل للمرأة وعطائها من خلال الكشف الدوري، أعطاها المفاهيم الصحيحة والتغذية السليمة وخلافه، ثم بعد ذلك طبعا الاهتمام بالطفل منذ نشأته، فدي خطة مهمة منذ الولادة. منذ الولادة بيتجه الطفل إلى الوحدة الصحية وتقديم له التطعيمات اللازمة والاهتمام أو الكشف الدوري عليه، تقديم طبعا الخدمات الصحية، ده شيء في غاية الأهمية للأطفال في هذه السن، وأيضا من خلال التغذية السليمة وتوجيه الأهالي والأسر للتغذية السليمة للطفل في هذه السن، طبعا ده من خلال طبعا وزارة الصحة. وزارة التعليم عليها دور مهم جدا في تأهيل المعلمين لرياض الأطفال بشكل يواكب الفكر الحديث ويواكب التطور العلمي الحديث لنقله أيضا إلى الأطفال في هذه السن. وبالنسبة للشباب والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة من خلال مراكز الشباب، توجيه الأسر لأن أبنائهم يتجهوا إلى مراكز الشباب أو الأندية الرياضية من أجل التحاقهم بالمدارس الرياضية المتواجدة في كل الأندية وفي كل مراكز الشباب لعملية الانتقاء الرياضي السليم وممارسة الرياضة. كل دي في خطة تكاملية، يجب أن يكون هناك تكامل واضح وصريح بين الوزارات بعضها البعض من أجل ننجاح هذه المبادرة بشكل كبير جدا. وأعتقد أن البداية والانطلاقة هتكون قوية وهتبقى هذه المبادرة مؤثرة بشكل كبير جدا في وعي الشعب المصري وفي مستقبل مشرف أيضا للشعب. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام على هذه المداخلة.
وينضم إلينا الآن هاتفيا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. بعد التحية لك أستاذ أحمد، يعني إذا تحدثنا من وجهة نظرك، كيف تنظر إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في رفع قدرات المواطن المصري وفق رؤية مصر 2030؟ مساء الخير أستاذ أخونا، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. كما تفضلت وأشرتي، مبادرة بداية ليست المبادرة الأولى في إطار مجموعة من المبادرات الرئاسية منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم للاهتمام بالمواطن المصري. ويمكن التأكيد على أن ولاية 2018 ولاية 2024 الاهتمام الأول فيهم يأتي على رأسه. بناء الإنسان في هذا الإطار ليس من المستغرب ظهور هذه المبادرة من أجل الاهتمام بالمواطن المصري منذ ميلاده وحتى آخر العمر. لازم نتفهم أن مكونات المبادرة تأتي من ضمن الاستجابة المصرية لمتطلبات التنمية المستدامة، وخطة التنمية المستدامة الموضوعة والتي يتم تنفيذها على الأرض المصرية وفقا لمخطط مصر 2030 هي استجابة للمبادئ والسوابق 17 الواردة في برنامج التنمية المستدامة الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة. إذا تحدثنا حول أهداف هذه المبادرة أستاذ أحمد، يعني إلى أي مدى تتوافق مع مستحدثات العصر لبناء مواطن مصري قادر على البناء وقادر على التحدي أيضا؟ يعني أستاذ حور، خلينا نذكر في البداية أنه التشكيل الوزاري الجديد وبرنامج الحكومة كان بهم من المؤشرات اللي بتشير إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية. ويمكن هذا يأتي في إطار اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلنا بالإنسان المصري وبإعادة بناء الإنسان المصري وفقا للأسس الصحيحة. لما بنبص على لقاءات العمل اللي تم فور تشكيل الحكومة، كنا لازم نتفهم تماما فكرة العمل الجماعي، ويمكن الزميل العزيز الأستاذ جميل عفيفي أشار إلى فكرة تضافر الجهود بين أكثر من وزارة، وأن هذا التضافر يأتي من أجل التخديم على أهداف المبادرة. هل لما بتتكلمي في الصحة، لما بتتكلمي في التعليم، لما بتتكلمي في الثقافة، لما بتتكلمي في توفير فرص عمل، لما بتتكلمي في المكون الديني والوزع الديني، كل هذه الأمور تشكل قوام الإنسان الصحيح. لما بنشوف الفترات الزمنية المخصصة أو اللي تم رصدها، بتتكلمي على الطفل منذ ميلاده حتى 6 سنوات، بتتكلمي على ده مرحلة الطفولة، بتتكلمي على من 6 سنوات حتى 18 سنة مرحلة النشأ، من 18 سنة لغاية 65 سنة، ثم 65 سنة فما أكبر البرامج المخصصة لكبار السن. المتفهم لذلك والمتفهم لتضافر جهود الوزارات المختلفة مؤكد أن ده هيؤدي إلى تسهيل الوصول بالمدخلات التي ترغب فيها الدولة للمواطن المصري، بدءا من تعميق الهوية، تعميق الانتماء، تعميق الوعي بمحاولات تزييف الوعي ومحاولات تزييف الهوية، تعميق الحس الوطني لدى المواطن وإدراكه بالمخاطر المحيطة بالأمن القومي، تنشئة المواطن على أسس صحية سليمة وأسس رياضية سليمة، تنشئة المواطن على ثقافي يمثل حائط صد أمام أي نوع من أنواع محاولات اختراق الوعي المصري، بناء مواطن يستطيع أن يتفهم صحيح الدين وفقا للهوية الوسطية للمجتمع المصري ككل. إذن أنت بتتحدثي عن برنامج متكامل يستطيع أن يصيغ مستقبل أفضل. كعادة المبادرات الرئاسية أن هي بتبتدي مبادرة رئاسية، وأتصور أن برنامج بحجم برنامج بداية اللي مخطط له أنه يستمر لمدة 100 يوم أتصور أنه هيتحول إلى مشروع قومي مصري جديد زي مشروع حياة كريمة، خاصة أنه هو بيتقاطع كثيرا مع ويكمل كثيرا من الجوانب التي، وده ربما كان سؤالي التالي لحضرتك أستاذ أحمد. يعني أكثر من مبادرة
بدأت واستمرت، يعني حتى منها المبادرات المتعلقة بالتأكيد يعني المبادرات الصحية والمبادرات التي تقدم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر استحقاقا، يعني كلها مبادرات استمرت وكان هناك سعي وحرص من الدولة المصرية أن تستمر هذه المبادرات، ليست لفترة زمنية محددة ولكن على مدار العام. يعني كيف تنظر إلى حرص الدولة المصرية والحكومة الحالية على استمرار مثل هذه المبادرات ويعني دخولها في سياق، يعني لو يعني استطعنا أن نصفها بالنهج، يعني أصبحت منهج بالطبع. نستطيع أن يعني من خلاله نواكب كل المستحدثات ونواجه أي تحديات ربما تطرأ سواء من أوضاع اقتصادية أو أي تحديات أخرى. المبادرات الرئاسية كلها صدرت بهدف أساسي في المقام الأول موجه إلى الإنسان المصري والحفاظ عليه من أي نوع من أنواع التهديد. الإنسان المصري هو جوهر الأمن القومي المصري في النهاية، ومن ثم معظم المبادرات اللي احنا بنتحدث عليها على الصعيد الصحي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، هي بمثابة الضمان الاجتماعي للدولة المصرية، هي بمثابة الأمان الاجتماعي للدولة المصرية، هي بمثابة القدرة على تحصين المواطن المصري ضد أي نوع من أنواع التهديد. ومن ثم خبراتنا مع الدولة المصرية في العشر سنين اللي فاتوا بتقول أن هذه الدولة تبدأ هذه المبادرات على سبيل التجربة، ونجاح هذه التجربة يحفز إلى تحويلها إلى مشروع قومي تندرج فيه كل جهات الدولة من أجل الوصول إلى المواطن المصري بكل أنواع الخدمات وبكل أنواع الدعم الذي يمكن أن يوفر لهذا المواطن من أجل مواجهة تحديات المستقبل. لما بنربط كل ده بالتنمية المستدامة اللي الأمم المتحدة أقرتها وفقا للمبادئ 17 لها، ونشوف قد إيه بيتحقق فيها من خلال كافة هذه المبادرات، إحنا لازم ندرك أن إحنا دولة باتت تحترم كثيرا قيم الإنسان والمواطنة. وده أمر بات إشارة واضحة للتجربة المصرية اللي أنا بطلق عليها ماء المصر، إن إحنا رغم كل التحديات المحيطة بينا إلا أن قادرين إن إحنا نحقق تجارب، قادرين إن إحنا نحقق نماذج على الأرض بيحذو حذوها العديد من الدول الأخرى، ومن ثم هي قدرة متكددة وأفكار تستطيع بها الدولة، ويشكر من يطرح هذه المبادرات على التفكير في المواطن المصري في المقام الأول، لأن دائما أبدا أي نوع من أنواع الإصلاح له كلفة، وعلينا جميعا أن نتحمل هذه الكلفة لأن هذا هو ثمن بناء الأمم في المستقبل. وفي هذا الإطار بيأتي اهتمام الدولة المصرية بمكون الضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي يشمل كافة هذه المبادرات التي تفضلت حضرتك أستاذة حور بطرحها، واللي سبق أن ناقشناها في أكثر من محفل من قبل. خاصة أستاذ أحمد أنه يعني لم يسبق لأي دولة أنها يعني وضعت مثل هذه الرؤية بنتقدم نحوها يوم تلو الآخر وبنرى ثمرها على أرض الواقع وهي مستمرة كما ذكرنا في النقاش مع حضرتك. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام بهذا القدر نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية الإخبارية، شكرا جزيلا لكم، كنت معكم على مدار هذه الساعة إلى قليل، أنا حور محمد، إلى اللقاء.